مرحبا بالأخوين خلف وخلاف، كيف حالكما؟ أهلا بالحكيم الطيب، لم نرك منذ زمن بعيد. ليس الحال على ما يرام، فلا بيع ولا شراء. لماذا؟ أنا أعرض البضائع بثمن بخس ليشتريها الزبائن، وأنا لا أوافق لأن في ذلك خسارة لنا، فيرحل الزبائن ولا يعودون. ربما لو اتفقتما على كلمة واحدة لتبدل الحال. حسناً، أترككم الآن حتى أبيع هذا البساط العجيب. ها؟ وما هذا البساط العجيب؟ إنه بساط طائر. ها؟ ها؟ أراه بساطاً عادياً. لا، اركبا معاً وسترون كيف يطير. هيا طر بنا. ألم أقل لك إنه بساط عادي؟ يجب أولاً أن تعرف الشكل الذي يظهر عليه حتى يتحرك. دائرة، دائرة. ها؟ 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 إنه يطير، إنه يرتفع. هذا رائع، شيء عجيب، سنشتريه في الحال. لا تنسيا أن تتفقا على رأي واحد.